مع حضراتكم من مدينة العالمين الجديدة ومن تاني ايام فعاليات مهرجان العالمين والحقيقة انه زي ما كنت بقول لحضراتكم من البداية وتم التخطيط هنا لانه المدينة دي ما تكونش مدينة موسمية شهرين صيف كده وخلاص لا الموضوع اكبر وفي نظره اعمق من كده للمدينه دي واللي بكل تاكيد احنا نستحق ده كمصريين ونستحق انه يكون عندنا هذه الوجهه آه السياحيه الهامه جدا ولحانه يمكن من احد عوامل الجذب واللي احنا دايما بنشوفه في العالم كله هو التعليم والجامعات اللي تكون آه موجوده ويمكن فكره الجامعات الدوليه والاهليه بقت موجوده في مصر وانه يكون عندنا في العالمين هنا آه يعني جامعه آه دوليه آه يعني زي ما بيقولوا كده جامعه من آه هذه الجامعات الذكيه اللي يكون فيها

مختلفه تناسب سوق العمل ومجالات يمكن كنا قبل كده ما بنسمعش عنها الذكاء الاصطناعي وغيره ده شيء مهم وان يكون ده موجود في العالمين الجديده موضوع مهم جدا عايزين نتكلم مع حضراتكم اكتر عن هذه الجامعه معانا دلوقتي في الاستوديو منورنا دكتور عصام الكردي رئيس جامعه العالمين الدوليه اهلا بحضرتك يا دكتور ويعني متشرفين بوجود حضرتك معانا في فعاليات مهرجان العالمين الجديد اهلا بحضرتك فندم شرف لنا اهلا بسيادتك عايزين نعرف الناس اكتر عن الجامعه دي أه... يمكن انا عارفه انه السنه اللي هتدخل التعليميه الجايه هي رابع سنه مظبوط. للجامعه واهم الكليات اللي موجوده في الجامعه. جامعه الاعلامين الدوليه بدات في اكتوبر 2020 الدفعه اللي السنه اللي احنا خلصناها دي تعتبر ثالث سنه اكاديميه وان شاء الله هنستقبل رابع دفعه من الدفعات الجديده. الجامعه زي ما حضرتك قلت هي جامعه من الجيل الرابع احد اربع جامعات بداوا جامعات اهليه. الجامعه نفسها مبنيه على ما يسمى بالمجالات وليس كليات، لان النهارده بقى في ديناميكيه سريعه جدا في حركه البرامج الدراسيه وتغيراتها مع دخول الثوره الصناعيه الرابعه والثوره الصناعيه الخامسه، فبالتالي البرامج النهارده بتتغير وبيتم تحديثها بسرعه شديده جدا، فالجامعه مبنيه على مجالات وليس كليات، وبالتالي هي مبنيه على برامج اكثر من الكليات. عندنا عدد كبير من البرامج، عندنا حوالي 18 برنامج. منهم برامج في استخدام الذكاء الاصطناعي وهو ده الحقيقه ده يعني المستقبل القريب ان كل حاجه النهارده بقينا بنستخدم فيها ذكاء اصطناعي عندنا مجال مخصوص لعلوم وهندسه الحاسبات تحت كليه علوم وهندسه الحاسبات بالاضافه طبعا الى كليه الهندسه وعندنا كليه طب الاسنان وعندنا كليه الصيدله وعندنا اول بكالوريوس في الصحه العامه في الجامعات المصريه موجود في جامعه العالمين الدوليه بالاضافه الى البزنس كليه الاعمال والفنون والتصميم وبالاضافه الى كليه العلوم ايضا. الحقيقه مجالات هامه جدا ومساله انه يكون عندنا كل ما هو حديث في التعاقدات مع الجامعات الخارجيه ده مهم لانه في ناس كتير كانت بتسافر بره علشان تقدر تعمل ده. وجود طلاب كمان عرب مش بس مصريين داخل الجامعه، ازاي بيشوفوا مدينه العالمين بعد الطرق الجديده اللي احنا شفناها علشان تسهل اكتر الوصول للجامعه وازاي يعني بيشوفوا حياتهم داخل العالمين طول السنه مش بس موسم صيفي. الحقيقه احنا عشان موجودين في مدينه العالمين طول السنه موجودين لان احنا كمان حتى في الصيف عندنا فصل دراسي صيفي للطلبه فاحنا كل يوم الحقيقه بنشوف تقدم عن اليوم اللي قبله م. حركه التطور حركه سريعه جدا عندنا طلبه من جميع المحافظات وبالاضافه الى ان الجامعه بالرغم حداثه عمرها انها لسه جامعه وليده لكن الحقيقه عندنا شراكات دوليه وشركات دوليه مفعله عندنا شركات دوليه مع عدد من الجامعات الامريكيه وحاليا في الصيف ده عندنا ستة طلبة سافروا جامعة لوفيل في كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية وعندنا أربعة طلبة سافروا أونتاريو تيك في كندا، بالإضافة لعندنا برامج أيضاً مشتركة مع فرنسا ليون ثلاثة والعديد من الجامعات الأمريكية، فاحنا الحقيقة بنتعاون مع الجامعات الدولية ذات الرنك اللي هو العالي في مستوى الجامعات الأخرى علشان ده بيساعدنا إن احنا نقدر نرفع مستوى الطلبة عندنا ونحدث طرق التدريس وطرق توصيل المعلومة للطالب. مهم جدا الناس اللي بتسمعنا ويعني لسه ثانويه عامه مخلصين امتحاناتهم هيبقوا عايزين يعرفوا شروط الالتحاق بجامعه العالمين الدوليه. الحقيقه شروط الالتحاق بجامعه العالمين الدوليه بيقرها المجلس الاعلى للجامعات الاهليه والجامعات الخاصه وبيبقى في حد ادنى لكن احنا الحقيقه طبعا بيهمنا ان الطالب يبقى مستواه في المعلومات العامه وما يسمى بالتفكير النقدي واللغه الانجليزيه مستوى عالي فبنعمل تحديد للمستوى للطالب وبنرفع مستوى الطالب في هذه المجالات. عشان نفهم بيبقى في امتحان لغه تحديد مستوى للطالب وبعد م. كده بنرفع اللغه على حسب مجال الدراسه بتاع الطالب الى المستوى اللي الطالب المفروض يوصل لها علشان يساعده في عمليه الدراسه بتاعته بالاضافه اللي احنا عندنا ما يسمى بمتطلبات الجامعه من ضمنها في احد المقررات اللي هو التفكير النقدي كريتيكال ثينكينج ده بيساعد الطالب ان هو يعرف يفكر يعرف يوصل للمعلومه الصحيحه يعرف يحلل المعلومه وبالتالي يعرف يستنتج من هذه المعلومه حضرتك شايف ازاي تاثير مهرجان العالمين على يعني حياتكم في الجامعه وازاي شايف ردود فعل الناس في الجامعه على مهرجان العالمين واحنا يمكن لسه بنتكلم على تاني ايام هذا المهرجان طبعا احنا بنشجع الطلبه عندنا ان هم يحيوا الحياه الجامعيه الحياه الجامعيه ليست محاضرات وسكاشن لكن ايضا حياة جمعية الطلب الحياه الجامعيه ان الطالب يحيي الحياه الجامعيه بجميع الانشطه الموجوده فيها سواء كانت الانشطه دي انشطه فنيه انشطه ثقافيه انشطه رياضيه فمهرجان العالمين الحقيقه بيساعدنا وبيساعد الطلبه ان هو بيحيي هذه الروح في الطلبه لان طبعا كلنا عارفين ان الطالب النشيط في المجالات الاخرى بيبقى شاطر في مجال دراسته صحيح وبيقدر حتى انه يبدع اكتر وجودهم هنا في مدينه الحياة غايه في الروعه لو احنا بنتكلم على يعني الطبيعه الجذابه جدا لمدينه العالمين فانه كمان يكون في فن وفعاليات غنائيه وثقافيه ده شيء مهم جدا للطلبه بالظبط فعلا وخصوصا ان الطلبه عندنا من مختلف محافظات مصر فبالتالي بالنسبه لهم النشاط محتاجين أنهم هم في نشاط وفي اكتيفيتيز موجوده في المنطقه علشان تساعدهم على انهم يعيشوا حياه كامله حياه جمعيه كامله عايز اسال حضرتك كمان عن كوادر الاساتذه اللي موجوده داخل الجامعات الدوليه لانه حضرتك بتتكلم عن تخصصات جديده ما كانتش موجوده عندنا قبل كده ازاي بيتم اختيار هذه الكوادر الجامعيه علشان تقدر تؤهل الطلاب دول لسوق العمل اللي بالتاكيد متطلباته بقت مختلفه عن قبل كده احنا الحقيقه عندنا نموذجين من الكوادر الاكاديميه عندنا نموذج الكوادر الاكاديميه الموجودين في الجامعات المصريه والكوادر الاكاديميه اللي اخذوا دكتوراه من بره ورجعوا بالاضافه ان عندنا نموذج فريد الحياه اللي احنا بنتعاون مع المصريين الموجودين في الجامعات الخارجيه احد نماذج التعاون ان احنا بيبقى فيه احد الاساتذه الموجودين بره خصوصا في التخصصات النادره زي السايبر سيكيورتي وانترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي فبنتعاون مع الاساتذه المصريين الموجودين في الخارج ان هو بيدرس اونلاين للطلبه 12 اسبوع وبنستضيفه عندنا في جامعه العالمين لمده اسبوعين ان هو بيجي مع الطلبه فيس تو فيس وبالتالي الطلبه بتقدر تتعرف على المهارات والمعلومات الحديثه اللي موجوده في العالم. ازاي الطالب اللي موجود داخل هذا النوع من الجامعات بيختلف عن الطلاب الاخرى إل يعني المؤهلات والمميزات اللي هو بيكتسبها مع وجوده داخل الجامعات دي احنا الحقيقه بناكد على الطالب ان هو خلال دراسته لابد ان هو يكتسب خبرات خارجيه م. من ضمن النشاط اللي احنا بنعمله اللي احنا في مجموعه من الطلبه عندنا بتتعاون مع طلبه في جامعات خارجيه وده حصل الفصل اللي هو انتهى ده فصل الربيع اللي انتهى ان كان عندنا مجموعه من الطلبه بيعملوا مشروع مع مجموعه من الطلبه في جامعه فيرجينيا تيك في الولايات المتحده وكانوا شغالين اونلاين مع بعض وقدرنا الحقيقه ان احنا نستضيف الطلبه بتوع فيرجينيا تك عندنا لمده اسبوعين والبروجكت ده دخل مسابقه في جامعه فيرجينيا تيك من 40 مشروع والطلبه المشروع ده بالطلبه بتوعنا والطلبه بتوعهم فازوا الحقيقه بالمركز الاول مع من وسط 40 مشروع من طلبه فيرجينيا تك، فاحنا بيهمنا ان الطالب دايما بنعرضه أنه هو يكتسب خبرات خارجيه من زمايله في الخارج، بالاضافه الى المشروعات الكثيره اللي احنا بنعملها للطلبه وبنعمل ما يسمى بالاكسترا اكتيفيتيز اللي هي النشاط الاضافي ان احنا بنخلي الطالب خلال السنه ان هو يعمل مشروع مع زمايله بعيد عن المنهج الدراسي بحيث أنه هو يطلع فيه قدراته، فبالتالي بنخلي الطالب دايما زي ما بنقول بيفكر بره الصندوق. ده نقطة مهمة جدا يا دكتور اللي حضرتك بتتكلم عنها دي انه يكون في شراكة مع جامعات مثلا في امريكا لو حضرتك بتتكلم على تخصصات زي طب الاسنان فكلنا نعلم انه طب اسنان وصيدلة لما بيسافروا بيضطروا انهم يعادلوا شهاداتهم وياخدوا وقت كبير علشان يشتغلوا مثل هذه الشراكات تؤهل الخريجين انهم يقدروا انهم يروحوا هذه الدول ويشتغلوا من غير ما يعادلوا شهاداتهم يا حضرتك قلتي مثلا طب الاسنان الحقيقة السنة اللي فاتت استضفنا أحد الأساتذة من جامعة هارفارد جالنا من خلال الفور برايت وراجع البرنامج الدراسي بتاعنا بتاع طب الاسنان بتاع جامعه العالمين وعمل له مطابقه مع برنامج طب الاسنان بتاع جامعه هارفارد والحقيقه كتب لنا شهاده او جواب ان احنا ما ندرسه للطلبه يضاهي ما يدرس في جامعه هارفارد فده بيسهل على الطلبه بعد كده لما تحب تكمل بره تسافر وتكمل دراسات بره ان هو ماشي في نفس التراك اللي كان ماشي فيه فبالتالي مش محتاج ان هو يعيد حاجه او يبدا من اول وجديد البنى التحتيه اللي موجوده هنا ويمكن ده احنا بقينا بنشوفه يعني السنين اللي فاتت وكنا بنشوف بحاله من الابهار الحقيقه ازاي ده بيتحقق في الوقت القليل ده ازاي ده خدمكم وساعدكم داخل الجمع التطور الكبير اللي حصل في مدينه العالمين في البنى التحتيه والطرق طبعا ده ساعدنا الحقيقه كتير ان الطلبه يقدروا يوصلوا للجامعه بسهوله بالاضافه الى احنا كمان بيهمنا اكتر البنيه التحتيه التكنولوجيه الجامعه مم. الحقيقه مجهزه ببنيه تحتيه تكنولوجيه عاليه جدا يعني لما بيجوا احنا بيجي لنا دايما زيارات كتير من اساتذه اجانب حتى واساتذه مصريين موجودين في الخارج فبيقولوا ان اللي موجود عندكم في الجامعه ده مش موجود في جامعاتنا فبالتالي احنا الحقيقه زي ما بيقولوا يعني بناخد اعلى حاجه في التكنولوجيا عندنا بنحطها في جامعه العالمين في المعامل عشان الطلبه عشان الطلبه دايما يشوفوا الحاجه الحديثه بالاضافه طبعا الي ان المدينه نفسها جامعه مدينه العالمين الجديده هي مدينه ذكيه فبالتالي كل ده بينعكس علي الجامعه. يعني انا يمكن كنت هسال حضرتك السؤال بتاع رد فعل الناس ايه؟ زوارنا اللي بيجوا لكم الجامعه من مختلف دول العالم، ايه اكتر حاجه بيتكلموا عنها لما بيزوروا العالمين الجديده وبيشوفوها؟ ايه اللي بيلفت نظرهم هنا؟ احنا من ضمن بيبقى برنامج زياره الجامعه بيبقى فيه برنامج لزياره المدينه الحية فاحنا بعد ما بيزوروا الجامعه بيتعرفوا على امكانياتها وبيشوفوا المعامل الموجوده في الجامعه، بيزوروا المدينه، الحقيقه هم بينبهروا باللي بي حصل في مدينه العالمين الجديده ولما بيجوا السنه اللي وراها بينبهروا بالسرعه اللي التطور والتقدم الكبير اللي بيحصل في المدينه فده كل الحقيقه يعني بيساعدنا على ان احنا نعمل شراكات مع جماعات لان بتحس ان في جديه في التعامل مع هذه الجماعات واحنا داخلين على السنه الدراسيه الجديده بعد موسم الصيف ان شاء الله كل الطلبه تستمتع بالموسم الصيفي اكيد الجامعه بتستعد بطريقه او باخرى للسنه الدراسيه الرابعه داخل جامعه العالمين الدوليه لو حضرتك تطلعنا على اهم هذه الاستعدادات ولو في شراكات دوليه جديده او اقسام جديده هيتم افتتاحها داخل الجامعه؟ احنا فعلا احنا هنبدا شراكات دوليه جديده مع مجموعه من الجامعات في ولايه نيوجيرسي مع ثلاث جامعات بست برامج دراسيه جديده جزء من الدراسه دي بتبقى جامعه العالمين هي اللي بتقوم بيه وجزء من الدراسه بتبقى الجامعه الامريكيه بتقوم بيه وفي الاخر الطالب بيحصل على شهاده من عندنا وشهاده من الجامعه الامريكيه اللي موجوده في الخارج وبالتالي ده الحقيقه برضو بيساعد الطالب ان هو برضو من المزايا الحقيقه بالشركات الدوليه ان احنا بنعمل مطابقه للبرامج الدراسيه بتاعتنا مع هذه الجامعات فكلنا انا بعمل مطابقه معاها فده معناه ان البرنامج بتاعي إنه يعتبر يعني اب تو زي ما بيقولوا وبالتالي الطالب اللي عندنا لما بيطلع يكمل بره بيبقى بالنسبه له مفيش اي صعوبه، احنا في عندنا عدد من الطلبه بي... عندنا برنامج مع جامعه لوفل اللي هو بنسموه 2 بلس 2 زائد الطالب بيخلص سنتين عندنا وسنتين هناك وفي اوريدي مجموعه من الطلبه سافروا هناك، فالطلبه بيقولوا الدراسه هناك اسهل من الدراسه في جامعه العالمين، فبالتالي هم ما حسوش باي صعوبه إن هم يتفوقوا هناك والطلبه متفوقين جدا هناك المعدل التراكمي بتاعهم في منهم احد الطلبه جايب اربعه من اربعه واغلب الطلبه جايبين ثلاثه وتسعه من عشره وثلاثه وسبعه من عشره. ما شاء الله في تخصصات كمان صعبه ما هياش سهله. تخصصات صعبه بالظبط كده. يعني انا بصراحه لو كان عندي الاختيار هرجع هختار جامعه اكيد موجوده في مدينه العالمين يعني حدرس واستمتع الحقيقه بجمال المكان وجمال الطبيعه هنا انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عصام الكردي رئيس جامعه العالمين الدوليه شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا وشكرا ليكم على استضافتنا في مدينه العالمين الجديده هنكمل مع حضراتكم برنامج التسعه النهارده من تاني ايام فعاليات مهرجان العالمين الجديدة هنروح لفاصل ونرجع نكمل خليكم دايما مستنيين